صحة رمضانكم وصحة صيامكم مشاهدينا، ربي يتقبل منا الصيام القيام وصالح الأعمال. مشاهدينا اليوم النهار ودائما لأنها تصنع الاستثناء قررنا أن ندخل لبيوتكم ونقسمكم أجواء رمضانية من عمق جزائرنا الحبيبة. مشاهدينا اليوم فضلنا أن نفطروا في بيت عائلة جزائرية هنا من خميس نخنشنا، رافقونا ورحين تعرفوا كل ما تعيشوا هذه العائلة في رمضان وحين تقاسموا معها كل هذه الأجواء. السلام عليكم. وعليكم السلام حنان، واش راكي؟ واش راكي حنان؟ لاباس؟ راكي بخير؟ صحتكم بخير؟ صافا الحمد لله. هذه هي مايا، مرحبا، يدك الصحة. فتحنا نعم. الوغ اليوم جينا نفطروا عندكم. شكرا جزيلا. مرحبا بكم، تفضلوا. شكرا يزيد فضلك. هاي اللي كليتو عليها مايا، الله يبارك. مايا اللي ما عندنا ما نحكيو معاها ان شاء الله. اليوم جينا لعندكم لداركم. تفضلوا، مرحبا. صحة رمضانكم، كل عام وانتم بخير. يعيشك حنونة، تفضلوا. هذه هي بيتي المتواضع. استني احنا نخلي المشاهدين قبل ما نروحوا نبداو لي بريباراتيف تحضيرات تاع الفطور وكذا، حبيت نديروا جولة صغيرة في بيتك إذا أمكن. إذا ممكن. إذا قدرنا. ما بنادي اللي حبيتي طبعا. تفضلي نروحوا توري لي داركم شويه. نعطيك مايا نروحوا نشوفوا مايا. تفضلي خزانة توكي. هاي تفضلي. هنا بيتك مايا. تخي بيان. هنايا ترقد مايا. ايه وهنا شكون ترقد؟ ملاك. ولهيك حورية. تخي بيان. يعني هذه الغرفة ديالكم. وأنا على بالي بلي مايا شاطرة بزاف ما شاء الله عليها. هكذا سيداتي. نعم. دوك نعطي لها الميكرو من بين الاوائل في القسم. اوائل ومايا عندها واحد الدعاء. انا نقول المشاهدين بقوا معنا وتبعوا معنا كامل هذه الحلقه لانه واش حي تقولنا به مايا راح تقشعر له الابدان وما تفوتوش هذه الفرصه في هذا اليوم الرمضاني. واش حبيتي تزيدي توري لي اليوم؟ خزاناتي. خزاناتك، تفضلي نشوفوا خزاناتك. ايه شكون هذه واسمها؟ مايا. مايا، هي كاين بزاف مايات سي لا ميم. الوغ هذه خزاناتك. خي بيان. دونك اذا راكم تشوفوا مشاهدينا هذه العائله الجزائريه عند ام مايا وهذه الطفله 7 سنوات. اليوم فتحوا لنا بابهم باش نفطروا لعندهم ونقسموهم هذه الاجواء الرمضانيه في اول ايام الشهر الفضيل. نزيدوا نواصلوا معك مايا. واش زيدي توري لي؟ وينها وين تلعبي؟ هاي مرحبا بك. تفضلي. راه تفضلي. قولها نلعب. هنايا نلعب. نعم. ايه ها ماما ترسم لي هنايا ونلعب. ياك. واش ما فات اللعبي لهنا؟ نلعب. نلعب حرة القمح. ما ترسميش، نعرفوا هذاك تاع الرسم تاع لامغال. ما فات الرسمه. نديرها لها. وي. ومن بعد كنرسموها انا وياك. شطوره هي عاقله وشنو تقبح شويه. ومن بعد نرسموها انا وياك لابوش ولا ماغال. عندك طبشور؟ عندي. عندهم طبشور يا سافا. ابخي حنا ندير لك بناتك لعب معاهم شويه. ان شاء الله. نعودوا ليامة الطفوله. ان شاء الله. ان شاء الله. هي هنا تلعب. فوالا تلعبي كامل هنا. وي. ايه هنايا في الصيف ندير لها هذيك البتيه تدخل تعوم لداخلها ورينا. وين الميكرو؟ من فضلك. مايا هاكي ميكرو وحكي لي قولي لي واش ديري هنايا في الصيف؟ ام المشاهدين انا ما نعرفش نهضر ما نعرفش نقدم، انت تعرفي تخير مني. تفضلي. انت تعومي اللحنة في الصيف؟ ايه. تخي بيان باش ما تخرجوش لبرا. ايه. ديدي احكي لي واش تحبي تقولي لي كاني؟ نحب نلعب، نحب نجري. تخي بيان. وتلعبي كامل هنا مع خواتاتك مع الام ديالك؟ نعم. صحيح. نزيدو نديرو جوله صغيره، انا حابه نزيد نعرف كاع واش ديري انت في النهار. ايه. هيا وريلي كامل لي كون تلعبي فيها. هنا القاعه. اها نشوف المحفظه ديالك. نعم. هذه في الادوات. دوكا رانا في الحجر، كاين كورونا على بالك. ايه. ما كاينش تقراي. غير نقرا شويه. تراجعي في الدار. ايه. تخي بيان. وريلي انت واش من الماده اللي تحبيها بزاف؟ واش من الماده؟ هذه تربيه علميه وتكنولوجيا. كي تحبي تربية إسلامية كي حافظة صورة ولا أعطيني أي صورة كي حافظتها قوليها للمشاهدين بمناسبة رمضان. أعوذ بالله من الشيطان
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم، بارك الله فيك. يعني هذه المحفظة ديالك ونحطها لك من نهار نرجعوها، نحطها لهنا كانت، هذا هو مكانها. نعم نعم. وهنا واش ديري؟ جيت لعبي لهنا. انا احكي لي، البارح واليوم شفتي راه يتصب الشتاء بزاف. واش صرا البارح؟ صارت لكم حكايه صغيره هنا مع الماء. نعم، احكي للمشاهدين يقولون لنا. والله دخلنا البارات، دخلنا الرمى وبدينا نفيقوا. فيضانات جاتك في داركم، فاض الماء عليكم في الدار. نعم، بصح رغم ذلك مازال لك عندك الابتسامه، دائما انت فرحانه وتضحكي انت والام ديالك، ما شاء الله. لماذا؟ لما تعود هذه الابتسامة؟ قلها إن الله يحب الإنسان، إن الله يحب الإنسان المبتسم. الله يبارك، ما شاء الله ما شاء الله. إذا إذا يشوف فارس المصور هنا، مدام البارح دخلكم الماء. دخلي الماء، وي دخلي من هي كامل بورطاي. بيتات مسحي. سيقت سيقتي. سيقت. صح. هيا هيا نزيدو نكملو، نشوفو نشوفو هذه غرفة ولا هنا قاعة صالون؟ وشنو هنا؟ توري لي وشنو؟ صالون. تخي بيان. لا والله العظيم ماشي باش نقول لك نجاملك ولا، بزاف مكان نظيف، سي تخي بخوبخ اي سي تخي بو، ونحسوا انه حميمي، نشوفوا هذاك الدفء العائلي. والله مشاهدنا ماشي باش نجامل، حاسه كيكون مع بناتي صافي بليزير. فرانشمون انا كي دخلت انبهرت. نظافه، تحسي هذاك اللمة، تحسي هذيك الدفء هذاك العائلي مع البنات، مع مايا، مع حوريه، مع ملك. سوتو مع حوريه. مع والله ربي يقدرك وما يعطيك الصحه. وانت اللي غيدو هذوما انت حطيتيهم تخدمي. لازم اوبليجي شغل هكا باش يا شغل كاين البرد بزاف في الشتاء، البرد بزاف، برد فوق القانون. وي وفي الصيف الناموس. الله الله. وي هكذاك وحاطه لي ديكور. نشوفوا لا بيبيوتيك فريمون كيفاش مرتبه. نشوف لا بيبيوتيك، معليش حنجرى نشوف لا بيبيوتيك. شوفوا يعني سبحان الله، ماشي لازم تسكني في قصر كبير باش تكون دارك شابه ونظيفه ومتحوفه. تكوني مغمومه ولا تكون ما تكونوا مشاكل، شغل تبيني لابن. انا ما نحبش نخلي بناتي يعيشوا معايا اللي عشتو ولا اللي راني عايشاتو. انا لا فطيفيه ولا لا فطيم، انا عندي شويه مشاكل هكايا، مي بصح باش نقول لك انا دوك واش عشت تنقلي بناتي. لا لا بالعكس، زرعي لهم دائما الامل. ماذا بيا ما نحب، ما نحب نحرضهم، ديجا الناس قاعده تشكرهم، الناس قاعده تعرفهم. كاش اللي ما يعرفهم سواء في الجزائر ولا هنا. الحمد لله كامل الناس تعرفهم، عندي حبيباتي يعرفوهم، عندي ناس حبابي يعرفوهم. ما يدناو، ما نحب نعلمهم الشر ولا السرقه ولا هادو حاجه حرام، ما نواسيهاش على بناتي. وشنو انا راني عايشه، انا راني عايشه الغمه، هادو لهنا ندير لهم الغمه. صح راكي حامله في قلبك انت. هي لازم نضحك معاهم، الناس يقولوا كيفاش راكي تضحكي، انا علاه نواسي بناتي، علاه ندير لهم شوك. انا حابه يقراو سورتو صغار، حبتهم يقراو. صح انا حبتهم حتى وما عنديش سكنه، انا كل شيء طالبه من الدنيا هذه، ماني طالبه والو. سكنه انا طالبه السكنه نحط فيها بناتي، حابه ندرك راسي انا وبناتي. وحنا سمحي لي نقاطعك، الناس اذا يسمعوا فينا هاد زقزقات العصافير، هاد العصافير يدخلوا للدار كيكونوا راقدين البنات. المصور اذا امكن باكا ياخذ لنا بلون، نشوفوا هاد العصافير تدخل للدار كيكونوا راقدين بناتك. عادي عصافير شويه هكا ديجا، لحمام لحمام البط الوز ديجا كانت هنا هذاك الاسطبل تاع البقر ديجا هذي كشتيه. وانت عاودتي هيئتيه وعاودتي انا شغل عاودت بريباريت شويه. قلت البنات هكا تعرفي بناتي ما نقدرش نخليهم انا. صح سيتو هذه مريضه وعندها حساسيه وعندها مرض الصرع ديجا طحني. يعني نداوي فيها ورام يسمعوا فيا اللي داووها لي يعطيهم الصحه واللي عاونوني الناس تاع الحجامه وداروا لها سم النحل والحجامه. الحمد لله وداويت بنتي، مي بصح دخلت في واحد المراحل. ربي يشافيها ان شاء الله، ربي يشافيها ان شاء الله. صعيبه بزاف. نكملوا جولتنا ونكملوا حديثنا كي شتي مع بعض. مايا مرحبا، راح لنا قعدتنا غير المطبخ. المطبخ الجميل. هيا نشوفوا المطبخ الجميل. شكرا. شوفي احنا ما نهضروش على المطبخ، انا شخصيا ماهيش حنعلق على المطبخ، نخلي المشاهدين وحدهم يحكموا.
مطبخ بناتي بلاكي تاع بناتي مادام وين يكونوا بناتي لازم تكون حاجه شابه ونقيه اوبليجي باسكو سورتو المرض وتاك تاع عمي. شوفوا المشاهدين معنا المطبخ تاع سيده حنان ام مايا. ام مايا وملك وحوريه يعني انا نشوفه تحفه والله العظيم نقي مرتب واش داني بريباري دوك نطيبوا انا وياك نطيبوا الفطور. طيبي هاي ديك طيبي شربتينا اليوم. طيب واش حديري اليوم؟ راح ندير شوربه طاجين زيتون بيان سور هو التقليد تاع الجي او مطلو سلطه ماشي هذاك المطلو سلطه تاع الارز ودارت بنتي هاي تسنى فيك باش ديري معها لي سوفلي. خلاص علميني باسكو ما نعرفش نديرهم بزاف. هادي سبيسيال لي سوفلي وبيتزا ولي غراتان هادي تخي بيان. ماذا ستحضرين لنا اليوم؟ لي سوفلي هيا قلت لي عجينتك شاف دون لا بو دان شاف اليوم راكي اليوم حد قمصي دور الشاف عطينا المقادير بالتحديد. الو مغرف خميره تاع الخبز مغرف خميره تاع الخبز بداو تكتبوا مغرف سكر يا البنات بداو تكتبوا ديو لي نوت مغرف سكر داكور وملح وزيت شحال زيت فنجان فنجان زيت زيت 100 غرام زبده داكور وف نص لتر حليب دافي وبيضه تهني بها هما كتخلطي كلش ونخلطهم ونديروا فارينة فارينة باش ما تلس فوالا فارينة شوفوا 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 ديك لاباط العزيزة الله يبارك وما يلصقوش هكذا ما يلصقوش دير لازم تكون هذه سخونه تسخنيها بعد تنقصي الفرن كامل طيب بتي فو نشوفوا بركي دا طابو بلي ما يلصقوش ورينهم بلي انتي صح شاف اليوم. شوفوا الشاف حوريه كيفاش تبدع شوفوا الله ما لصقولك دونك هكذا طابو تحضيرهم غير يتحمروا في الفوق فوالا تخيبي الو نخليك انا مع لي كوكا نروح نشوف ماما مالي سوفلي نشوف ماما كيفاش يدير واش راكي ديري يا حنان اليوم انايا واش ناخذ الله درتنا اليوم شربه شربه فريك حنان نروح بيان سو حنا دايرين ناكلو فريك شربه فريك بيان سو درت طاجين صباح شربه بنينه خلطي دوقيو هاك سمك يقدر ونفطرو وناكلو وهذا جواز هذا طاجين زيتون دوك واش حنا نبداو ديري البوراك بوراك واش درتي في لافاخ الدجاج المفروم الدجاج المفروم ودنا التوابل والزيت جيتي لي تي خير ما عنديش شي ستريس حنان انا رايحه مع البنات مع مايا وملك نروحوا نلعبوا شويه ندوزوا شويه الوقت نروحوا يا بنات واش راكم ديروا نروحوا وين راكي حابسه واش من صوره راكي حابسه فيها صوره النساء شكون تجي معايا نلعبوا شويه انا هيا نلعبوا شويه لا ماغيل نكسروا شويه الروتين هكذا ما فين تلعبوا لا ماغيل انا شوفي انا اذا مازالني شافيه كي كنت صغيره في دارنا كنت نرسم لا ماغيل وحنا نرسمها وانتم صحوا لي اذا مازالني شافيه صح يا وين شافيه نعاودوها هكذا نعم
إليك طبشور اكتبي الأرقام. ليه تخسر في نفس المعنى تاع الصوت؟ كي تخسر احنا كي تخسر هي احنا اللعبة. باش نربطها. لا خطأ ما تخسرتي. كي تخسر. عندك بلي خطأ. خطأ خدي ما جو ميتريز. عندك شحال كنت نلعبوها كي كنا صغار. يا حسرة شحال كنا نلعبوها. نلعبوها بزاف. نخليكم باسكو ماما كما تعيط لازم احنا نكمل كوزينه نشوف واش يدير. قلبو كيما حبيتي ما شيغي واش راكي حابه. خلاص لعبي دوك شويه ياذن ونفطروا. هاتو تالو انا غسلت يدي لعبت شويه ماما غير لافي لي مان نصحها برك شويه. فرحانه من ذاك تولي شويه الطفوله. يا ريت يولي الزمن الوراء نعاد نولي عند بابا. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك. عز جارك وجل ثناؤك وتقدس أسماؤك ولا إله يا رب شاف المرضى وارحم الموتى واحفظ كل الأمة الإسلامية. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. يعطيكم الصحة طه بلا تشهي بلا مزية بلا مزية. الله كتر خيركم. مرحبا بكم. خير ربي سبحانه عز وجل. ديري في بالك بلي راكي تاكلي حاجة حلالية ما تخافيش. كونك متأكدة بلي كل حاجة حتذوقيها حلالية. والمحسنين اللي عاونوني باش درت لكم الطابلة هذه ادعو لهم ان شاء الله ربي كيما عاونوني ان شاء الله ربي يعاونهم. وأولتها شيخ شمس الدين ان شاء الله ربي يعطيه ما يتمنى. وإن شاء الله ربي وصلنا على إكرام الضيف. هاتي بسم الله بنيتي. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. لذيذة جدا. دونك من الكوزينه جينا ديريكتومون ديريكتومون من المقبل حنا نشوفوا ام مايا هذه الانسانه القويه الشجاعه اللي كانت واقفه استقبلتنا وطيبت وكثر خيرها وكامل. ولكن شكرا. الناس ما يعرفوش انه خلف هذا الشجاعه وهذا الصمود كاينه امراه ضعيفه وتبكي وحدها في عزله كما نقولوا تجاهد. صحيح. تجاهد ماشي تجاهد على جال بناتي. نجاهد على بناتي ماذا بيا شغل ماذا بيا حاجه ما تخصهم. ماذا بيا ندير كل حاجه وماذا بيا تاني كيكونوا شادين بزاف يا ربي سبحانه نعلمهم من صغرهم باللي كاين واحد في الدنيا ما يضيعناش وهو ربي سبحانه عز وجل. سبحانه. ان الله قادر على كل شيء وان الله يمهل ولا يهمل. وهذه الضحكه ولا هذه الشجاعه ولا يبينها كما نقولوا على وجه ولادي. خيركم. رغم الحاجه ديالك حنا نحبوا نكرهوا لازم الناس يعرفوا انه انت ما عندكش مدخول انه انت تخدمي وحدك. اذا تسمحي لي نقول للناس انه تنظفي في البيوت. انا منظفه في البيوت. نعم. انت منظفه في البيوت. نعم. يعني تكسبي نهارك عامله يوميه ولازم الناس يعرفوا انه معك. والله ما عامله يوميه. ما تحكيش معكم عامله كل زعما نقولوا زوج مرات في الشهر ولا مره في الشهر. وزيدوا كما الحجر الصحي راكي مع الحجر الصحي ولا غير رحت ليهم هذو اللي نخدم عندهم وقلت لهم شغل اعطوني قيمه ماليه هكايا
وكي تولي الخدمه ان شاء الله نولي نخدم عندكم ان شاء الله نعاود شغل بلا ما تخلصوني. صح ربي باش نبدا يرزقك من حيث لا تعلمين. صح الله ان الله يرزق الانسان من حيث لا يحتسب. صحيح. صح كاينه. وانا والله فرحت ونشرح قلبي كي دخلت لعندك. شكرا ربي يعيشك. وخليت انا العائله ديالي وزملاء خلاو كامل ديورهم وجينا فطرنا معاك في اول يوم رمضان. يعيشك ربي يحفظك ان شاء الله. ولكن فور بون كوز. يعطيك الصحة. جينا قاسمناك هاد الاوقات هذه هاد اليوم. كاين ربي سبحانه ان شاء الله راه يشوف فينا. وكاين انا بحاجه ماسه الى سكن. ما حاجه ما يخصني. نقول لك كثر خير قلت لك حباباتي هادو حباب ربي ماليا اللي راهي ناقصتني انه هي ساكن ساكن شفنا كيفاش راكي ساكنه لا راه هكا كيما كتشوفي بليزر قاسمه بليزر شوف البرد كذا البرد ربي عالم عندي البرد انت ما برتيش كي تمشي حفيانه عندي البرد مايا احنا جينا نكرموا مايا كذلك تكريما لمايا هذيك مايا اللي تكرموها هذه هي شكرا شطوره واش تحبي تقولي لنا كامل الجزائريين اللي يشوفوا فيك بخصوص بمناسبه شهر رمضان واش تقولي لنا شكرا لكم العفو حبيبتي الله ان شاء الله يربي يعاد علينا بالصحه والهناء ان شاء الله ان شاء الله وما هي الامنيه تاعك والحلم ديالك الحلم ديالي هو السكن مع السلامة مشاهدينا نلتقي إن شاء الله في عدد لاحق نلتقي إن شاء الله ربما غدا أو بعد غد تهلاو في روحكم وصحة سحوركم كلمة أخيرة شكرا لكم وشكرا للشيخ وشمستي يا ربي يحفظك اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك هل زجارك وجل ضياءك تقدس أسمائك ولا إله غير يا رب شاف المدة وروح الليلة واحفظ كل الأمة الإسلامية واحفظ شيخنا شمس الدين يا رب العالمين ورئيسنا تبون يا رب العالمين يا رب